اللي منورني النهارده سياده النائب محمد المصري عضو لجنه الدفاع والامن القومي بالبرلماني. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. سياده النائب ممدوح الحسيني عضو لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب. يا اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره المحليه وتطوير المناطق العشوائيه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هستاذن حضراتكم تكون البدايه من عند الدكتور حمدي. حديث عن الاداره المحليه. التقرير اللي سمعناه والسؤال اللي عند كل مواطن مصري في الشارع، امتى هنلاقي الدنيا متنظمه في الشارع؟ انا بقول السؤال ببساطه قوي، ودي مسؤوليه مين؟ الداخليه ولا المحليات ولا البرلمان يفرض قوانين ولا ايه بالظبط؟ طيب يعني انا في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام والساده المشاهدين. اسمح لي اكد لحضرتك، لما نطبق، انا مش هتكلم عن حكم محلي، مش هقول بقى نظام فيدرالي زي دوله الامارات او لندن او نيويورك. ابسط قواعد الاداره المحليه تطبق اللامركزيه الماليه والاداريه. لما يبقى في صلاحيات عند الساده المحافظين ابتدي ان انا اقدر اسيطر ويبقى ليا صلاحيات وسلطات على التكاتك وغير التكاتك. انا باكد لحضرتك طبقا لقانون الاداره المحليه 43 سنه 79 جميع ال 27 محافظ وما يتبعهم من وسائل المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القرويه منزوع الصلاحيات ما عدا ملفين، ملف النظافه والعقارات المخالفه. ملف المياه ملوش اي سلطه عليه، لا اقاله ولا يقدر يعين رئيس شركه المياه ولا يقدر يحاسبه. عشان الشركات دي او الناس دي ليها تبعيه ثانيه، تبعيه لوزاره الاسكان. شركه المياه والصرف الصحي لا، هيئه المجتمعات العمرانيه. يعني مثلا عندي مثلا مدينه العاشر من رمضان محافظ الشرقيه ملوش سلطه عليها، مدينه العبور محافظ القلوبيه ملوش سلطه عليها. يعني دي بتدخل مليارات والمليارات 12 مدينه. نعم فده 12 مدينه. بالظبط 12 مدينه. فبتيجي حضرتك الـ 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 المليارات اللي تتحصل. يعني مثلا عندي جهاز مدينه اكتوبر بحق فوق ال 100 مليار، 100 مليار تقول لمحافظه الجيزه عشان محافظه الجيزه يعرف يشتغل؟ لا تقول. فانا عندي النظام السيستم اللامركزيه الماليه والاداريه لم تطبق. دي ابسط قواعد اللامركزيه الماليه واللامركزيه الماليه والاداريه. يعني نحققها ازاي؟ نطبقها ازاي؟ اللامركزيه الاداريه بعيدا عن الشرح الاكاديمي ببساطه للساده المشاهدين، ان انا افوض جميع صلاحيات من الوزراء المختصين الى الاداره المحليه للمحافظين ووسائل المراكز والمدن والاحياء. ابسطها بطريقه ابسط، عندي قطعه ارض تقدر ب 100 مليار في محافظه اسكندريه وهمنحها لاحد رجال الاعمال سواء المحليين او اللي خارج مصر اللي هو الاستثمار الاجنبي الغير مباشر او المباشر. لا، المحافظ ما يقدرش يتصرف فيها لما يرجع وزاره الاستثمار. ده ما بيحصلش يعني في اغلبيه دول العالم لا تحصل. عشان ما تفرعش في اكتر من حاجه يا استاذه منى، اسمحي لي اجسد مشكله الاداره المحليه على نظام التوك توك. عند التكاتك في طبقا لقانون المرور ان الاثنين مسؤولين عنها. عندي اللي بيصدر التراخيص هي ادارات المرور الموجوده في جميع المحافظات، واللي بينظم مساله سير التكاتك وبيحدد التعريفه الخاصه بيها هو المحافظ المختص. اسمحي لي اؤكد لحضرتك ان احنا عندنا 3 مليون توك توك، ده طبقا لتصريح صادر من احد قيادات العليا داخل لجنه بالظبط 2 مليون و900 الف. ما انا جاي لحضرتك، لجنه المواصلات والنقل داخل مجلس النواب 3 مليون. طيب ليه سعاده النائب قال 2 مليون و900 الف؟ لان جهاز المركز التعبئه العامه والاحصاء قال انا عندي 111 الف توك توك مرخص فقط. لما اجي انقص النسبه 111 الف فقط من 2 مليون و900 من 3 مليون، من 3 مليون يبقى انا عندي 2 مليون و900 الف. عندي 9 محافظات موقفه ترخيص التوك توك تماما، اسكندريه، القاهره، البحر الاحمر، مطروح، السويس، الوادي الجديد الى اخره. طيب انا 3 مليون توك توك يعادل المواطنين القاطنين في 4 دول خليجيه، الامارات، قطر، البحرين، عمان. 4 دول. انا حتى كنت عامل دراسه بحثيه. يعادل ايه معلش تاني؟ يعادل عدد سكان، عدد سكان او القاطنين في 4 دول خليجيه. 4 دول كنت عامل دراسه، مش مجموعه، كل دوله على حده. اما اجي حضرتك انا كنت عامل دراسه بحثيه كنت اسمها جمهوريه التوك توك، جمهوريه التوك توك العربيه. فحضرتك مشكله يعني انا بحيي حضرتك على الاسئله القويه، معلش الاسئله القويه هضطر ان انا اجاوب اجابات قويه. فحضرتك مشكله التوك توك مسؤوليه المحافظين 27 محافظ، ده طبقا لقانون المرور وطبقا لقانون الاداره المحليه الماده 25 البند رقم 2 من القانون 43 سنه 79 يضع المحافظ الخطط الاستراتيجيه والامنيه مع السيد مدير الامن. اعتقد اني زي ما حضرتك تفضلت مشكوره في بدايه التقرير، حضرتك قلت دي بؤرة إجرامية، أنا بحب أضيف كلمة، هي بؤرة إجرامية متنقلة
تشمل القتل، الاغتصاب، السطو المسلح. واعتقد كان اللي حصل في المريوطية قريب من شارع التلاتيني في الهرم كان مخرج الواقعة احد التكاتك، الاخراج التام. فانا عايز اقول الجهات المسؤولة عن ملف التكاتك واحد، وزارة الصناعة والتجارة. انا ما اعملش افراج جمركي الا ما يرخص داخل المرور، دي الجهة الاولى. عندي وزارة التموين مسؤولة عن، لان طبعا الدولة فعلا وقفت مسألة استيراد التكاتك، بس الدولة اللي ايه سبب زيادة عدد التكاتك مع ان الدولة ما زالت موقفة استيرادها من الهند او من الخارج؟ السبب بكل بساطة ان في بعض، ما بقولش اغلبية الشعب المصري، بعض الشعب المصري يعني ما عندهمش، مستحيل البعض منهم ما عندهمش مستحيل في زي ما نقول في الفهلوة، في الفساد، في التجاوز. حضرتك بيجيبوا قطع الغيار اللي طبعا الدولة بتسمح ان هي بتستوردها، طبعا عندنا تكاتك شغالة في 27 محافظة بتقل ما لا يقل عن 24 مليون مواطن يوميا. عند الكفور والنجوع والعزب اللي بتمثل 31 ألف كفر ونجوع عزبة، المواصلات فيها لا تتخطى 2%، لا حكومة مشاركة في المواصلات ولا قطاع خاص، وفي ناس بتتخطى 2 كيلو 3 كيلو خاصة وبتلاقي معاناة في فصل الشتاء عشان توصل لمدرسة. فطبعا انا ما اقدرش ان انا الغي التوك توك لان ده واقع والحكومه لم توفر البديل. بس استفيد منه بقى يا فندم. استفيد منه يا سلام على سيره حضرتك، اخد ضرايب وقننه، فابقى عارفه مين بيسوق ايه. اسمحي لي اما اقول لحضرتك، عندي 2,900,000 توك توك، متوسط التراخيص عندي كام؟ مينيمم الحد الادنى 500 جنيه ده اقل حاجه، غير التامينات اللي بتدفعها في المحافظه، غير الضرايب اللي بتدفعها، غير المخالفات المروريه. لما تيجي حضرتك تضرب المتوسط، انا عندي 3 مليار جنيه ايرادات ضائعه على اداره المرور السنويه. في مشكله في اداره المرور، بس عشان اسيب المساحه للساده الافاضل وهرجع تاني لحضرتك، بس دي أنا بس مقدمه في حاجة. المرور عليه عبء كبير، يعني ادارات المرور فعلا عليهم عبء كتير، ومن الاخر كده مفيش اماكن اساسا لما التكاتك زي ما بيقولوا كده بالبلدي يتقفشوا او يتمسكوا يلاقوهم مكان. ما عنديش وقت ان انا ارخص، ولكن عندي الفكر الاداري طبقا لتجارب الدول الغربيه والاتحاد الاوروبي، اسندها للقطاع الخاص، خلي شركات متخصصه وانت تحصل ايراداتها بالمناصفه بينك وبين المحافظه. متخصصه للتراخيص، هي للتراخيص، هي اللي تقنن اوضاع التوك توك، تقنن اوضاع لفتره ترخصها. بيترخص لها ان هي تقوم باعمال الترخيص بدلا من المرور، شركه متخصصه في ذلك لمده سنتين ثلاثه، لديها وسائل الفحص. عندنا في مصر عندنا ما اتطبقتش قوي للاسف. لم تطبق للاسف. انا بس يعني الدوله تدي شركه خاصه الحق في الترخيص؟ طبعا للاسباب ده موجوده، في دول الخليج بقى لها اكتر من 18 سنه. دي في علوم الاداره، دي في علوم الاداره بيسمى الاستعانه بمنظمات القطاع، منظمات القطاع الخاص، منظمات المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني في حاله عجز الحكومه عن توفير ايرادات ماليه او توفير او حل مشكله اداريه. الولايات المتحده الامريكيه عندها عجز تجاري، وعندها عجز، عندها بطاله، عندها ممثل مرور عندي بخرج من هذا المازق، التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، اسندوها للقطاع الخاص. اولا ما فيش اماكن التكاتك دي تتلم فيها، ده واحد. اتنين، ما عنديش وقت وعندي موظفين في اداره المرور عليهم عبء كبير جدا، اتكلم حضرتك بامان. بس الفكر الاداري ان هي تتم بمنصفه ايراداتها توزع الداخليه بالتعاون مع المحافظه والشركه الخاصه لمده سنتين ثلاثه. ابتدي حصل ايرادات المرور العاديه يا فندم ما بتدخلش للداخليه، بتروح للماليه. ما هو حضرتك الايرادات المخالفات اللي بندفعها ما بتروحش الداخليه، بتروح للماليه. ما حضرتك انا المعلومات اللي عندي، انا اتفق مع حضرتك تماما، الموازنه في كل وزاره زي ما حضرتك يعني اشرت ضمنيا، عند الايرادات وعند المصروفات بتيجي الايرادات اذا يعني تخطت المصروفات في نهايه السنه الماليه ترحل في نهايه السنه ل يا ريت نعمل والله يا فندم حاجه تاني، يا ريت نعمل مشروع قومي. الايرادات اللي تيجي من التوك توك دي عارف نعمل بيها ايه يا دكتور حمدي؟ نركب بيها كاميرات في الشوارع كلها في مصر، نبقى زي دول العالم المتحضره كلها، الجريمه في نص ساعه ممكن نعرف ونحدد الجاني. بتركيب الكاميرات ده مصدر بيه قانون؟ بتركيب الكاميرات بس الامكانيات يا فندم عشان اعمم. معلش هو حضرتك عندي يعني مشكلة في الامكانيات. لا لا يعني طبعا.